هقول لكم على شوية أفكار يومية هتسهل علينا الحياة. تعالوا أوريها لكم وأقول لكم إزاي بتتعمل. عايزين تعصروا الليمونة وتطلعوا منها أكبر كمية ليمون ممكنة وبطريقة بسيطة بسيطة جدا. هاتوا الليمونة وقبل ما تستخدموها حطوها في الميكروويف 30 ثانية بالظبط. خلصوا ال 30 ثانية؟ هاتوا بقى الليمونة وعلى الرخامة كده اعملوا لها مساج بسيط كذا مرة. قطعوا بقى الليمونة وعصروها، هينزل معاكم أكتر كمية عصير ممكنة من الليمونة بمنتهى البساطة. الرز، بتفتحوا البوكس بتاع الرز وساعات بتلاقوا فيه حشرات، ما تقلقوش ليها حل. هاتوا تومة كاملة وهاتوا سكينة واقطعوا الجزء اللي فوق من التوم بالطريقة دي عشان الريحة تطلع منها، واحذفوا التوم في البوكس اللي حاطين فيه الرز. بالطريقة دي ريحة التوم هتطفش أي حشرات تفكر إنها تقرب من الرز بتاعنا. لزقتوا أي حاجة على التلاجة وجيتوا تشيلوا اللزق بس لقيتوا أثر اللزق لسه موجود على التلاجة، بسيطة جدا. هاتوا الإريسر أو الجومة اللي بيستخدموها الأطفال في مسح القلم الرصاص وزقوا بيها اللزق بالطريقة دي من كل الجوانب. هاتوا بقى فوطة ومسحوا بواقي اللزق كلها المتجمعة، مش هتلاقوا له أي أثر تاني بمنتهى السهولة. الفرن بيبقى من الحاجات المتعبة جدا في تنظيفه، خدوا بقى الطريقة دي وجربوها بس أهم حاجة انكم تداوموا عليها. هاتوا ليمونة وقطعوها شرايح رفيعة وهاتوا طبق بس بشرط ينفع ان هو يدخل الفرن، وهاتوا مية حطوا شرايح الليمون في الطبق وضيفوا عليها المية، دخلوا بقى الطبق الفرن وشغلوا الفرن عليه وسيبوه 20 دقيقة على الأقل. خلصتوا ال 20 دقيقة هاتوا ليمونة تانية وقطعوها نصين وهاتوا شوية بيكنج سودا حطوهم على الليمون، وهاتوا الليمونة دي ودعكوا بيها كل أجزاء الفرن وهو سخن. بس خلي بالكم الفرن سخن فخلي بالكم عشان ما تتلسعوش، وبمية الليمون اللي طلعناها من الفرن كبوها في الفرن عشان تساعدكم على تنظيفه. وبعد ما تخلصوا خالص هاتوا فوطة ولملموا بقى كل الحاجات اللي طلعت من الفرن، ومع الاستمرار هتلاقوا الفرن بقى زي الفل بمنتهى السهولة وبدون أي مواد ضارة. الستارة عندكم بتبقى طويلة وبتضايقكم لما تيجي تكنسوا أو تنظفوا تحتيها، بسيطة جدا. هاتوا شماعة ودخلوا فيها الستارة وعلقوا الشماعة على العمود الأساسي بتاع الستارة وامسحوا بقى ونظفوا تحت الستارة براحتكم بمنتهى السهولة. الحوض عندكم ساعات بيتسد نتيجة الحاجات اللي بتقع فيه، ما تقلقوش ليها حل ومن غير ما تحتاجوا للسباك. كل اللي انتم محتاجينه هاتوا سترو بس تكون بلاستيك وهاتوا مقص وقصقصوا السترو من الجانبين بتوعها بالمنظر ده، وبكده نبقى عملنا شرشرة من الجانبين بتوع السترو عشان تبقى سهلة جدا ان هي تمسك اي حاجة موجودة من جوه. دخلوا بقى السترو في الحوض من جوه وقعدوا لفوها كده لفوها علشان تقدر تمسك اكبر كمية من الحاجات الموجودة جوه. هتلاقوها مسكت كمية حاجات كانت موجودة في الحوض وسداه بمنتهى السهولة وبدون ما نحتاج لسباك. الأطفال بيفتحوا دواليب المطبخ عندكم أو أي دواليب وبيبهدلوا الدنيا، بسيطة جدا. هاتوا أي معلقة خشب وأستك، ولو ما عندكمش أستك هاتوا توكة أستك ودخلوا المعلقة الخشب ما بين الإيد بتاعة الدولاب. هاتوا بقى الأستك ولفوه حوالين المعلقة بالمنظر ده، وبالطريقة دي هتلاقوا المعلقة والأستك قفلوا الدولاب وأطفالكم مش هيعرفوا يفتحوه بمنتهى البساطة. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم والأفكار اللي فيها فادتكم، واللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هحط لكم اللينك بتاعها في أول كومنت. باي.